أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يسرني أن أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشكركم على حضوركم اليوم في الدورة الثانية من الحوار العالمي للسعادة في القمة العالمية للحكومات. كما يسعدني أن أكون وسط هذا الحضور المميز من المسؤولين الحكوميين والعلماء والخبراء الملهمين الذين يعملون ليكون عالمنا مكاناً أسعد وأفضل للعيش. الحضور الكريم، في عصر السرعة الذي تتسارع فيه الأحداث، نادراً ما نحظى بفرصة لاستعادة جزء من الماضي لنتذكر كم نحن مدينون للعظماء الذين سبقونا، لأصحاب الرؤى التي تتخطى التحديات الآنية. ثروتي سعادة شعبي. My wealth is the happiness of my people. بهذه العبارة الملهمة للقائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أستهل حوارنا اليوم في السعادة. ثلاث كلمات يعود تاريخها إلى 11 نوفمبر 1971، أي قبل 3 أسابيع من تشكيل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لخصت الرؤية المستقبلية للقائد المؤسس ونظرته الشاملة لأهمية سعادة المجتمع والإنسان. وتحتفي الإمارات في عام 2018 بمئوية زايد، الذي نستلهم منه قيم الحكمة والرحمة والتسامح والمساواة وبناء الإنسان، وكلها قيم تشكل المقومات الأساسية للسعادة. الأصدقاء الأعزاء، لسنا مثاليين في طرحنا. ندرك أن العالم يواجه أوقاتاً عصيبة، ونعي أن التحديات تتزايد وتتسارع، ومعها يرتفع مستوى المخاوف والشكوك، وحتى ماهية الطبيعة الإنسانية باتت محل جدل، وهو موضوع سوف تناقشه القمة العالمية للحكومات هذا العام. فمع ظهور الثورة الصناعية الرابعة بدأت الحدود تتلاشى بين العالم الرقمي والمادي والبيولوجي، لذلك نحن بحاجة أن نكون واعين للآثار المترتبة على حياة الناس، وأن نحافظ على الجوهر الحقيقي للطبيعة الإنسانية. كما ندرك أن الطريق إلى تبني وتطبيق السعادة كمنهج حكومي ليس واضحاً بشكل كاف حتى الآن، رغم ذلك قررنا المضي في هذه الرحلة معتمدين على البصيرة والعزيمة لتحقيق هدفنا. مضى عام على حوارنا الأول. في العام الماضي كنا 300، واليوم أصبحنا 600، لكن العبرة ليست في العدد، بل في إحداث تغيير جذري مستدام نحن بأمس الحاجة إليه لبناء مجتمع عالمي أكثر سعادة. يمثل الحوار العالمي للسعادة المقاربة الشاملة للسعادة، The Hall of Happiness، حيث يجمع الحكومات والعلماء والخبراء والمنظمات الدولية لتصميم مستقبل أفضل للعالم. المقاربة الشاملة للسعادة هي أكثر من منهجية، إنها نهج شامل يجمع بشكل سلس بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، المنظمات الدولية، الخبراء، لتطوير هدف سام مشترك، وهو تحقيق السعادة وجودة الحياة المتكاملة للمجتمعات. المقاربة الشاملة للسعادة تتخذ فيها الحكومة خيار استراتيجي لتبني السعادة وجودة الحياة، وتتجاوز فيها الحواجز الإدارية بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وتتشارك عملية تصميم وصناعة السعادة بشكل كامل مع مواطنيها والمعنيين والشركاء من مختلف الفئات. إن هدفنا
لا يتحقق بالطموح والأمل فقط، نحن بحاجة إلى أن نتشارك الرؤية واتخاذ خطوات عملية وملموسة، وهذا يدفعنا أكثر للتركيز على السياسات الحكومية. كل جهد حكومي يجب أن تكون غايته الارتقاء بالسعادة وجودة الحياة، ولكن أحياناً كثيرة لا تكون العلاقة بين السياسات والسعادة واضحة، كما أننا لا نسأل أنفسنا دائماً إذا كانت هذه السياسات تترك أثر حقيقي على سعادة وجودة حياة المجتمع. لذا بادرنا في دولة الإمارات إلى تطوير دليل لسياسات السعادة وأداة خاصة لتقييمها. نهدف من خلال هذا الدليل لمساعدة صناع القرار على إيجاد هذه الروابط وقياس الأثر الحقيقي للسياسات على السعادة وجودة الحياة. وكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كتابه تأملات في السعادة والإيجابية، عندما يضع أي مسؤول في ذهنه غاية تحقيق السعادة فإن يومه وقراراته ومشاريعه وحتى تفاعله مع الناس ستكون مختلفة تماماً، حتى مستوى الرضا النفسي لدى المسؤول الحكومي سيكون أفضل بكثير عندما يعرف أنه سيسهم في سعادة الآلاف من البشر. الحضور الكريم، يقدم هذا الحوار لحكومات العالم أكثر من 170 تجربة دولية عملية في السعادة وجودة الحياة، حيث سنستمع اليوم إلى العديد من الأمثلة والتجارب العالمية من نخبة من العلماء والخبراء والمسؤولين الحكوميين وصناع الأمل الملهمين الذين يعملون ليكون العالم مكاناً أفضل. كما يسعدني أن نطلق النسخة الأولى من التقرير العالمي لسياسات السعادة خلال هذا الحوار، وهو تقرير فريد من نوعه عمل عليه أكثر من 60 عالم ومسؤول حكومي من المجلس العالمي للسعادة، ويلقي الضوء على السياسات العملية التي نحتاجها لإحداث فرق حقيقي في جودة حياة المجتمعات. وهنا أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للبروفيسور جيفري ساكس وأعضاء المجلس العالمي للسعادة ولجميع الخبراء المختصين الذين طوروا هذا التقرير وساهموا بشكل فعال في إثراء المحتوى العلمي والعملي العالمي وجعلوه متاحاً لحكومات العالم. إننا نتطلع إلى أن يصبح الحوار العالمي للسعادة تجمعاً مؤسسياً يجمع حكومات العالم لنثري تجارب بعضنا البعض وننمو معاً ونتشارك المسيرة العالمية من أجل سعادة مجتمعاتنا. أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي قبل أن أنهي حديثي أن أشارككم تجربة شخصية. خلال زيارتي لإحدى المدارس في الدولة التقيت شاباً يافعاً مصاباً بالتوحد اسمه عمر. عمر لديه الكثير من المواهب والاهتمامات، وكأي شاب في السنة لديه الكثير من الأحلام، فهو يرغب أن يكون لديه أصدقاء وأن يعيش حياة حافلة بالنشاط. في تلك الزيارة رأيت من زملائه على اختلاف ثقافاتهم ترجمة حقيقية لقيم المحبة، اللطف، الاحترام والتعاطف. تأثرت للغاية بشخصية عمر وتفاعله مع أصدقائه، وأذكر ما قاله لي قبل مغادرتي المدرسة: أنا سعيد لدي أصدقاء. أنا ممتنة جداً لعمر على إلهامه وقصته. وجودنا هنا اليوم هو من أجله ومن أجل شباب العالم الذين يشكلون المستقبل الواعد والذين لديهم الحق في أن يكونوا سعداء. نريد لأصواتهم أن تسمع، ونريد لأمنياتهم وأحلامهم أن تتحقق، ويسعدني أن يكون عمر بيننا اليوم. ابتسامة عمر هي سبب وجودنا هنا، والحوار العالمي للسعادة هو فرصتنا لكي نقول للعالم: لا شيء يسعدنا أكثر من سعادة الآخرين من حولنا. أشكركم جميعاً على مشاركتكم، أشكركم
على شجاعتكم وأشكركم على إلهامكم. أهلاً وسهلاً بكم، وأتمنى لكم يوماً سعيداً.